السلام عليكم. في هذا الفيديو جبت لكم فيديوهات متنوعه على المغرب والجزائر. تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهايه. عبد المجيد تبول حلوا لنا حدود بين نخدموا على روحنا. هاني زاجيني دخلوا ولا ما دخلوش؟ هاني دخلوا. يا حلوا علينا خلينا نخدموا على روحنا. اكرهنا الجديده وراي الجديده حلوا. يا حصرام ملي كانت الحدود بين المغرب والجزائر كانوا المغاربه خدامين والجزائريين خدامين، كلشي خدام. ملي كندير شي فيديوهات على فتح الحدود بين المغرب والجزائر كيجيوني شي جزائريين يقول لك لا حنايا ما باغيينش فتح الحدود، حنايا ضد فتح الحدود. ولا كيجيوني شي مغاربه حنايا ما باغيينش فتح الحدود، حنا ضد فتح الحدود. نتوما راكو تهضروا، نتوما راكو بعادين على المنطقه الحدوديه. المنطقه الحدوديه ولاتها هما مغنيه وتلمسان ووجده والسعيديه وبركان. مهم المناطق الحدوديه هما اللي خصكم تشوفوا الاراء ديالهم وكيفاش كانوا شحال هادي خدامين وكانت الدراهم داخله بالنسبه للجزائريين وبالنسبه للمغاربه، ودروك الدعوه حبست. مهم كملوا الفيديوهات. الوفد الجزائري هو الوفد الوحيد الذي استطاع الدخول الى شمال غزه رغم انه تم منعه. هذه طردته الدبابات. هذه اول مره كنسمعها. قال لك الوفد الجزائري هو الوفد الوحيد العربي اللي قدر يدخل لشمال غزه. صحوا لي الا كان محق ولا راه غلط. الا انهم لم ينزلوا من سياراتهم واكملوا طريقهم، وبالدليل شاهد الفيديو. عندما اراد الاحتلال بدباباته ان يوقف الوفد الجزائري رفضوا ان هذا جزائري يمكن ينزلوا من السيارة لهم، فلم يفعل الاحتلال لهم شيئا وادخلهم بدون تفتيش وبدون هذا. هذا هم دخلوا من أهل أي العزيمة وأهل دكتور. الإصرار. فنفتخر بكم أيها الجزائريون الأبطال، ونفتخر نحن بكم، ونفتخر نحن الجزائريون والفلسطينيون بدولنا التي أنجبت الرجال. سلام. برافو برافو. لكن يعني مادام انها فاتت في الجزيره والرب اقتطفت يعني راها صحيحه. برافو الجزائريين، وهذا الشيء اللي مضمون في الجزائريين، حنا رانا عارفين واش كاين. المهم كملوا فيديوهات نشوفوا بالك لقاو شي سر واحد اخر. بالجلفة اليوم تم اغلاق محل بسبب عدم احترام العائلات لجوعان. قبل ما نحكي على هذا الموضوع حبيت نترحم على ضحايا الفاجعه اللي صارت في بوتريفيس. المراه اللي لقاوها مشنوقه ربي يرحمها وزوج بناتها اللي لقاوهم ميتين وعليهم اثار الضرب. والحاجه اللي دوختني في الامر انه لقاوهم متعفنين، معناتها عندهم مده ملي ماتوا وما كانش اللي جاب خبرهم، وتم اكتشافهم صدفه فقط. واحد افامي ليهم شغل تقلق كيما اخوان. اللي عارف شي حاجه على هذه القضيه يصيفط لنا يفهمنا واش كاين. انا دورت عليها ما لقيتش، يعني شي حاجه ربما ماشي في الراي العام، شي حاجه ماشي ما منتشراش بزاف، ربما عارفينها غير ولاد ديك المنطقة، وهذا الشيء علاش راه يهضر عليها هذا السيد. المهم نكملوا باش نفهموا. يردوا عليه في التليفون راه ليهم فاكتشفوا الجريمة. ربي يرحمهم ويوسع عليهم. أما بالعودة للموضوع الأول اللي حكينا فيه اللي هو غلق المحل بسبب عدم احترام العائلات، يقولوا بأنه هذا الإنسان شعل الموسيقى نهار كومبلي، ما يتعاملش مع الناس مليح، يشنف ما على باليش. المهم يدير بزاف صوالح ماشي ملاح. إبا الجيران حبوا، الجيران تاع المنطقة حبوا أنه يسكر هذا الإنسان، داروا له احتجاجات عند الباب تاعو. مانيش عارف الاجراءات كيفاش تفوت. انا ما فهمتش هادو الناس كيفاش تعلموا التجاره. الزبون هو راس مال الشركه اللي راك حالها، الحانوت تاعك الزبون، لو كان يتقلق الزبون تكولي نتايا. ما فهمتش كيفاش يتعاملوا مع الزبائن بهذه الطريقه، شبعوا مازال ما فهمتش. ربي يهديهم وربي يصلح الاحوال، وهذه هي وربي يجيب الخير والحمد لله كرك. الله يهديهم. وهاد الظاهره كاينه بزاف في الجزائر شتا، وبزاف في المنطقه الشرقيه ديالنا في المغرب. ان بنادم كيخدم يبيع ويشري ومشنف عليك، وهذه ماشي افير. في فرنسا تفهم تصدى. جوردان باغديل هذا اللي على اليسار ديال الصوره كينتمي لليمين المتطرف ذو الاصول الجزائريه، ما تحملش لي زيترونجي. المهاجرين ما عندوش معاهم، خصوصا لي زغاب كيعقدوه. واش يقول لهم فرنسيين اولا والثانيين فرنسيين والثالثا فرنسيين، عاد نشوفوا المهاجرين. هذا اللي وسط الصوره هو جابرييل اتال بروميير مينيستر او الوزير الاول هنا في فرنسا حتى تسالي هاد الانتخابات هادي، لانه غيمشي فحالاتو. ذو الاصول التونسيه هي سميتو جابرييل عطال، هما كيقولوا عطال. تا هو زيدو على باغديلا تا هو في المواقف ديالو مع المهاجرين ما كاينش شي مواقف ما كاين في الشكل. بينما هذا اللي في الاخر ديال الصوره سميتو مانيال بومبا هو فرنسي الاصل، مو فرنسيه وبا فرنسي، وجدو فرنسي وجداته فرنسيه وجدود جدودو فرنسيين، كيحب المهاجرين كيدافع عليهم وكيموت عليهم. بينما هاد
دروك هذه هي المعنى الحقيقي تاع تلقى المشكله غير في العرب. هذا اصوله جزائريه كيكره المهاجرين، وهذا اصوله تونسيه بين وبين مع المهاجرين، المهم ما عندوش معهم، ما لقيش ليهم الجهد وصافي. هذا فرنسي وكيدافع على المهاجرين. لا حول ولا قوه. اللي ذو الاصول الجزائريه كيكرههم، هذا الوسطاني بينه وبين ما عندوش معهم بزاف، وهذا اللي ولد البلاد ولد فرنسا كيموت على المهاجرين وكيدافع عليهم وكيدافع على الحقوق ديالهم وكيتمناش ينجح باش يخدم المهاجرين. فسبحان الله العظيم والسلام عليكم. ما تفهمش والله ما تفهم. وانا الحاجه اللي فهمتها باش نفهمها لكم هي ان المهاجرين كيخافوا انه مثلا هذاك الجزائري كيخافوا انهم يجيو جزائريين اخرين ويقدروا يوصلوا المناصب وما يحسوش براسهم، يعني هادوك اللي راهم تما اللي في هاد المناصب ما يبقاوش حاسين براسهم باللي راهم شي حاجه كبيره منين يجيو بزاف جزائريين. المهم نشوفوا فيديو اخر. المعنى الحقيقي ديال خاوة خاوة. هذه مظاهره كاينه في مصر باش يطيحوا النظام ديال السيسي، لان النظام ديال السيسي الصراحه بهذا الشيء اللي نشوفوه راه داي مصر للوراء، ماشي مارشاريا، ماشي راه غادي بالمصر للقدام. ولكن هذه كتهم كاع العرب، ان في السياسه خص يكون عندنا واحد، هذه هي علاش حنا الشعوب العربيه خص يكون عندنا ثقافه نتاع السياسه، لانه ما كان عندهم واحد الرئيس اللي قبل السيسي كان الصراحه رئيس واعر بزاف، وشحال من دوله كتبان ان فيها واحد الانسان اللي باغي يخدمها، ولكن كيجيو الشعب كيطيحوه بديك الثقافه السياسيه اللي عندهم محدوده. هذا الفيديو هذا استفزني بزاف بكثرة العنصرية اللي فيه، ما يمكنش عنصرية. تفرجوا في هذا الفيديو باش يتفهم. وانا بين صاحبي شي خيرة. بين صاحبي شي خيرة. انت عارف فين كنت جوا، جوا شي لعنة. ني شي لعنة ما؟ بوش لعنة، جوا شي لعنة. وين؟ ني بوش لعنة ما؟ وانا بوش لعنة. لا وي بوش لعنة، وانت خيرة. انت خيرة شي. طب يا دي لعنة تيجي معايا. انت وين شنو دي يا؟ 老天知道我不知道就是为什么你这边也白的到底咋的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 
بطريقه ديال الضحك. ولكن هذا الفيديو كوكان ما عرفتش واش الصين ما فيهاش هاد ما كيحاسبوش على العنصريه ولا بصح العالم كامل كيحاسب على بحال هاد الافعال العنصريه وما بغيناش نشوفوها في حتى شي دوله. هادشي علاش خصهم يزيروا، كلنا بشر كلنا كيف كيف. اسمع اسمع دايره اللحن وهذه هي صبان وغني وآلة موسيقية وآلة تصوان. مهم كانوا فيديوهات خفاف ظراف، ما بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو. لا عجبك الفيديو خلي لايك وقول الآراء ديالك في الكومنتات. تهلاو.